كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 قد بلغ 763 مستفيدا فعليا، مؤكدا نجاح الرؤية الإسكانية للحكومة الموقرة بشأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال التعاون مع الشركات العقارية ومختلف البنوك وغيرها. وأشار وزير الإسكان إلى أن التحول الإلكتروني الذي تنتهجه الوزارة سيما بعد إطلاقها منصتها الإلكترونية في حلتها الجديدة ساهم في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات الإسكانية المختلفة. وقال الوزير إن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع معدلات تخصيص خدمات برنامج مزايا سنويا خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى ارتفاع العدد من 773 مستفيدا سنويا في أعوام 2014 و2015 ليصل إلى 1358 مستفيدا عام 2019، في إشارة إلى زيادة ملحوظة في الإقبال على الاستفادة من البرنامج كما نراها في هذا العام، لما يوفره من مميزات أبرزها الحصول على خدمة فورية ومنح المواطن المرونة في اختيار موقع ونوع الوحدة التي تناسب احتياجات أسرته. وتطرق المهندس باسم الحمر إلى الإحصاءات الخاصة بالأثر الاقتصادي، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات ذات العلاقة كالقطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة قد بلغ 837 مليون دينار بحريني، بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في دعم الاقتصاد الوطني بالمملكة.